أنت أول ما وصلت لألمانيا كنت متدين جدا، ذهبت إلى مسجد ما في مدينة هايدلبرغ. اشرح لنا يعني أي مسجد كان هذا، وأي نوع من المسلمين التقيت بهم في هذا المسجد؟ والتدين طبعا زاد عندما وصلت إلى ألمانيا، وكان تدين في المغرب. أنا رغم انتمائي إلى جماعات إسلامية في المغرب، كان العدل والإحسان، العدل والإحسان خاصة، لكن كنت كذلك مع الإصلاح والتجديد. كنت يعني أنتسب لجماعات أحيانا، وأقوم بأنشطة أحيانا أخرى. لكن عندما ذهبت إلى ألمانيا تغيرت الأمور، لأن في ألمانيا كانت هذه بداية التسعينات، وكانت الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك. وكأني أدخل عالم جديد، عالم جديد يناديني. فدخلت إلى المسجد، وأنا قطنت في المسجد، كنت أسكن هناك، فوجدت المجاهدين الذين كانوا يمرون بالمدينة ويمرون بالمسجد، يقضون أيام. هناك من يذهب للجهاد، هناك من يذهب ويعود، هناك من يأخذ ملابس، يأخذ أغذية، يأخذ أمور للمجاهدين. فأنا عشت هذه التجربة عن قرب، لأن كنت أخالط هؤلاء الناس، بل كنت أعيش معهم يعني في المسجد. فكانت تجربة first hand كما نقول. فزاد التدين، وتعرفت على الجانب المظلم من الدين. يعني هناك الجانب البراق الذي يعني تزيين صورة الإسلام كما نعرفها، دين سلام ودين محبة وهذه الأمور. لكن في المسجد في ألمانيا تعرفت على الإسلام الحقيقي، دين العقيدة الولاء والبراء، مسائل الشريعة الإسلامية، هل تطبق هل لا تطبق، ماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية. هذه الأمور بدأت أتعرف عليها من خلال المجاهدين، ومن خلال مكتبة المسجد التي كانت حافلة بكتب الحنابلة، ابن تيمية، ابن القيم وما جاورهما. لكن أنا في المسجد أنا قوي، ومعي القوة الإلهية، وأنا مع المجاهدين، ونحن سنقيم الشريعة وسنفتح ألمانيا، وكل هذا الخطاب الذي هو داخل المسجد. لكن الخطاب مع الألمان يكون مختلف تماماً، وهذا هو النفاق. كنت تقولوا للألمان لما يجوا مسجد أو عندما كانوا يحضرون المسجد، كان أحياناً يأتون في زيارات، كنا كذلك نعمل نوزع منشورات ونوزع كتيبات في الشارع الرئيسي في المدينة. وكنا طبعاً خطاب السلام وخطاب المحبة، ولكم دينكم ولي دين، ولا إكراه في الدين، كل ما تود سماعه كمسلم. والإسلام كرم السيدة مريم وهكذا. صحيح وكرم المسيح لكن الخطاب الداخلي عندما كنا نتكلم مع بعضنا البعض كان خطابا إسلاميا حقيقيا، وهو أننا سنحاول كل الجهد أن نفتح هذه البلاد، لأن هذه البلاد لا يجب أن تحكم بحكم الله، لا يمكن أن تبقى هكذا، يجب أن تحكم بحكم الله، وسيأتي هذا اليوم. يعني أنت كنت مش بس عايش في مكان آخر داخل المسجد، كنت عايش في زمن آخر، في زمن مختلف مش تماما، مش 1995، يعني 632 و628. صحيح، أنا كنت أعيش في مقابر التاريخ. مقابر التاريخ، كنت ميت. ثم خرجت من المسجد، فبدأت أتنقل في بيوت أصدقاء، ثم جاءت فرصة أن أسكن في مدينة فرانكفورت أو فرانكفورت. فسكنت هناك مع بعض الإخوة، وتسجلت في جامعة مسيحية. هذه الجامعة المسيحية، سكنت في الحي الجامعي، تعرفت على ناس هناك، لكن كانوا محافظين مسيحيين يدرسون المسيحية. فقلت فرصة، يعني ما أجمل هذه الفرص، فرصة دعوية، لأنني كنت أعتقد أنني بفهمي للمسيحية من خلال القرآن تستطيع أن تضرب أعدائك بسلاحهم هم. طبعاً، وسأصحح لهم المفاهيم كما جاء محمد ليصحح ما اختلفوا فيه، فأنا سأصحح لهم وسيفهمون وسيدخلون في دين الله أفواجاً بكل هذه السهولة. طبعاً أنا كنت مغيب تماماً. فعندما بدأت الحوارات أو قصيرة مع الألمان هناك، تبين لي أنني ما أفهمه عن الدين المسيحي ليس له علاقة بما يفهموه هم، وبدأت أتعلم تاريخ المسيحية، وهذا هو الذي أثر في. فجاءت الطلقة إلى الخلف. جاءت إلى الخلف تماما. فدخلت في متاهات يعني بينت لي أن هناك فعلا معضلة، وهي إما أن تقبل الحقائق التاريخية أو تقبل ما يقوله القرآن. فعلا وجدت أشياء بينت لي أن طالب صغير، طالب يعني طفل صغير في مدرسة الأحد، لا يمكن أن يخطئ هذه الأخطاء. فكيف يمكن لرب الكون أن يخطئ في هذه الأخطاء؟ يعني مسائل بسيطة.
فهذا كان هو يعني القشة التي قسمت ظهر البعير، هي المسائل الأخلاقية، أنه لا يعقل أن إله من المفترض أنه رحيم رحمن، أنه أحن من الأم على ولدها، أحن علينا من الأم على ولدها، أنه يبيع الناس في الأسواق، وأنه يشرع ملك اليمين ووطأ ملك اليمين، ويشرع هذه الحدود الهمجية، ويشرع قتل المرتد،